طيب، يعني الحقيقة احنا يعني طول عمرنا في مصر، ويعني لما بنتكلم على الطبيب المصري بنتكلم عنه باحترام شديد جدا جدا، وأنه صاحب قدرة حتى في حالة استعانة بلاد أخرى بهذا الطبيب المصري كان دائما هناك نوع من أنواع الاستحسان لوجوده. هل هذا ما زال موجودا؟ شوفي، طول عمرنا يقولوا على الطبيب الحكيم جه، حتى في الأفلام المصرية بتاعت زمان، لأنه كان حكيم فعلا، كان كل حاجة، كان يقعد يسمع ويعرف ويتعامل مع العيان بحكمة. والحقيقة الأطباء بتوعنا شاطرين جدا في الإحساس بتاع إيديهم، يعني مش معتمدين جدا زي الأطباء مثلا في الخارج وفي أمريكا وفي أوروبا على الآلات. لا، الدكتور ممكن يحس ويشخص بصوابعه. ده الطبيب المصري طول عمره. لكن دلوقتي شوية ما بقاش بنفس المستوى بتاع الطبيب بتاع زمان. ليه؟ الأعداد أولاً. العدد؟ العدد كبير. التغيير في النظام الجديد لسه مش شايفين قوي إن الخريجين الجدد وضعهم إيه. طب لماذا لا تأخذ كليات الطب الأعداد التي يعني تضمن تدريبها بشكل جيد؟ ليه بنزود الأعداد؟ ده سؤال صعب جدا. لأن احنا بلاد عددنا كتير، فطبعا بيبقى محتاجين، يعني لازم الكليه بتاخد مثلا، يعني دلوقتي مثلا بتاخد 800 طالب مثلا. احنا ايامنا احنا كانوا بياخدوا، كانت دفعتي 1300. ابتدت الاعداد تقل شويه لان كليات الطب فتحت كتير، لكن ستيل برضو في اعداد كبيره، رغم ان دلوقتي بقى في الجامعات الاهليه والجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه وكده، لكن ستيل برضو احنا عددنا اكبر. هل الجامعات الاهليه اللي حضرتك بتتكلمي عنها والجامعات الخاصه والجامعات الاجنبيه الى اخره اللي فيها كليات طب، هل بتقدم نفس المستوى الدراسي الذي جعل من الطبيب المصري فعلا يعني طبيب جيد على مستوى العالم؟ طبعا طبعا. أنا ما شفتش لسه الجامعات الأهلية وضعها إيه، لكن الجامعات الخاصة في كلية طب في الجامعات الخاصة كويسة جدا جدا جدا. وعلى فكرة كل اللي بيدرسوا في الجامعات الخاصة ما هم من الجامعات الحكومية منتدبين هناك، فهم طالعين بالتدريب بتاع الجامعات الحكومية. وزي ما قلت لحضرتك، التطوير اللي حصل في التعليم الطبي وتحويله من 5+2 يعني 5 سنين دراسة وسنتين تدريب، والتعليم المدمج وتغيير المناهج، أعتقد أنه هيبقى له أثر كبير جدا 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 على الطبيب المصري. طيب، مش هقدر طبعا أهمل سؤال مهم جدا، هي فكرة هجرة الأطباء المصريين حاليا إلى الخارج وغالبا إلى دول أجنبية في الغرب، ويعني بيتم استيعابهم بشكل جيد جدا. إلى متى؟ أنا عايزة أقول لحضرتك إن إنجلترا كانت زمان بتشترط معادلة، دلوقتي بطلت، بقت تقول تعالوا واعملوا المعادلة عندي. دي حاجة مرعبة. هما بياخدوا الطبيب المصري لأن هما عارفين إن الطبيب المصري ذكي متعلم ومصروف عليه، بلد بتصرف عليه جامد جدا. يعني مهما كانت ظروفنا الاقتصادية قليلة، إلا إن البلد بتصرف على الجامعات الحكومية كتير جدا، فبيبقى جاهز، بياخدوا على جاهز. طب بياخدوا ليه؟ لأن أولا الطبيب عايز يعيش حياة كريمة، عايز يكون عنده دخل محترم، عايز يكون آمن على نفسه، ما يبقاش في المستشفى ويجي أهل العيانين يضربوه. ودي مهمة جدا إن احنا نتكلم فيها. احنا محتاجين نفعل قانون المسؤولية الطبية، لأن احنا محتاجين نحمي الطبيب. ما ينفعش يجي يهان في المستشفى أو يتحقق معاه في النيابة زيه زي أي مجرم عادي. فالحاجات دي كلها بتخلي الطبيب قلقان وبتخليه عايز يخرج. دي عوامل كلها مشروع. الناس برضو في مصر قلقانة إن في فترة ما نجد نوع من أنواع النقص في عدد الأطباء. طبعا، صح صح، ده الخوف كله. وعلى فكرة ده ملف مهم جدا جدا هنناقشه في على مائدة الحوار الوطني إن شاء الله في الدورة الثانية. هجرة الأطباء ليه ولادنا لم يناقش في الدورة الأولى من الحوار الوطني؟ الدورة الأولى ناقشنا التأمين الطبي الشامل، وده برضو من الموضوعات المهمة جدا. وإيه النتيجة اللي يعني وصلتوا لها في هذا الموضوع؟ الحقيقة التأمين الطبي الشامل، التأمين الطبي الشامل كان مفروض إن هو يخلص في 2030،
طبعا التأمين الطبي الشامل ده بيغطي العيان في الرعاية الصحية الأولية اللي هي الأساسيات، وفي الرعاية الثانية، وفي الرعاية المتقدمة كمان. في عندنا ثلاث أنواع من الرعايات. طيب إيش كان شروط التأمين الصحي الشامل؟ إن يكون في مستشفيات ليها معايير معينة، الدكاترة ليهم معايير معينة، فبدأنا أو بدأوا بتطبيقه في بعض المحافظات قليلة السكان زي مثلا بورسعيد. ده واخد وقت كبير جدا، احنا في 2024 مفروض ان هو كان ينتهي في 2030. لو احنا مشينا بالمعدل ده وبالمستوى الاقتصادي اللي احنا يعني عايشين فيه دلوقتي، ده هيأخر جدا ان التأمين الصحي الشامل يغطي كل المحافظات. أي. فاقترحنا اقتراح ورفعناه لسيادة الرئيس، والحقيقة يعني هو مشكور سيادة الرئيس أدرجه في الموضوعات اللي يتم بحثها. اقترحنا طيب ليه ما نمشيش بالعرض؟ يعني نطبق التأمين الصحي الشامل الخدمات الأولية في كل المحافظات بالعرض، فيبقى كده بنضمن أن كل الشعب المصري متغطي في الصحة الأولية. وبعد كده يعني الخدمات الأولية بمعنى إيه؟ اللي هو مثلا أنت في الأول خالص بتروحي لطبيب الأسرة لو حاسة مثلا بأي تعب، بتروحي لطبيب ممارس عام أو طبيب الأسرة بيشوفك وبيشوف والله قدر يديكي علاج والدنيا تحسنت، خلينا به ما قدرش أو لا أن الحالة متطلبة فحوصات أكتر يحولك للخدمة للرعاية التانية لأخصائي. ولو مثلا الأخصائي قال مثلا محتاج عملية ولا حاجة نخش في مرحلة ثالثة. دي المراحل اللي بتتبع في أي مكان في العالم. لكن دي عشان نوصل لعشرين تلاتين بتغطية المحافظات كلها ما اعتقدش انها كانت هتبقى بالسرعة دي. فاقترحنا ان احنا نغطي التأمين الصحي الشامل عرضيا لكل الشعب المصري، وبعد كده نبتدي نكمل الخدمات الصحية التانية والتالتة في كل محافظ. وطبعا معانا برضو العلاج على نفقة الدولة تقدر تغطي النقص أو الخلل ده إذا كان في الفترة اللي جاية لحد ما يكمل التأمين الصحي الشامل. وده كان يعني اقتراح وجيه جدا ولاقى قبول من ناس كتير جدا من الأطباء، وأرجو إن شاء الله أنه يتم دراسته ويطبق في قريب العاجل بإذن الله.